ينفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدورة الثالثة من المسابقة الإحصائية المدرسية مستقبلي في أرقام، والتي تستهدف مجموعة من المدارس الفلسطينية الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الأونروا في محافظات الوطن كافة، وذلك خلال الفترة تشرين ثاني وحتى كانون أول من عام 2019. المسابقة تستهدف طلبة صفوف التاسع والعاشر لمجموعة مختارة من المدارس في مختلف المحافظات، ويتم اختيار المدارس المشاركة من قبل وزارة التربية والتعليم بناءً على معايير محددة من قبلها. يقوم طلبة المدارس المختارة بالمشاركة في المسابقة عبر الدخول إلى موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والاطلاع على ما هو منشور على الموقع العام للجهاز وموقع طلبة المدارس. موقع الإحصاء الفلسطيني كتير غني بالبيانات والمعلومات اللي بتعطينا صورة واضحة عن حالنا وعن بلدنا. يتم تنفيذ المسابقة على مرحلتين، الأولى وهي من جولتين، حيث يشارك في الأولى كافة طلبة الصفوف التاسع والعاشر من المدارس المشاركة لاختيار 300 طالب وطالبة، حيث سيتم اختيار أعلى 3 فائزين من كل مديرية. وفي الجولة الثانية سيشارك الطلبة الفائزين من الجولة الأولى لاختيار أعلى 20 طالبة أو طالب على مستوى الوطن مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أما المرحلة الثانية وهي النهائية فتنفذ باحتفال رسمي عبر الفيديو كونفرنس ينظم في مدينة رام الله وبالربط مع قطاع غزة بحضور الشركاء والعديد من المؤسسات ذات العلاقة، ويتنافس فيها الطلبة المؤهلين وعددهم 20 على جوائز المسابقة القيمة، كما سيتم منح جوائز عينية لكافة الطلبة المتأهلين للمرحلة الأولى بالجولتين من المسابقة.